ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي الاجتماع 75 للمجلس والذي عقد عن بعد، واستعرض المجلس الدورة الحيوي لتقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات من خلال إنجازات مركز البيانات للحلول المتكاملة مورو، الشركة التابعة لديوا الرقمية ذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في تطوير الخدمات الرقمية والإدارة الذكية للبيانات وعمليات التشغيل ومعاملات المتعاملين. كما اعتمد المجلس المرحلة النهائية من قوانين تنظيم قطاع تبريد المناطق التي تضمن فعالية العقود المبرمة بين مقدمي الخدمة والمتعاملين.